بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جاي عايز أحكي لكم حكاية عجيبة. الحكاية دي يمكن كان لها تأثير غيرت حياتي، وفايدة كبيرة لحضراتكم. من 8 سنين أو أكتر من كده توفيت زوجتي الله يرحمها. كانت لي السند والعون والراحة والسكينة، كانت الدنيا وما فيها بالنسبة لي. في حياتي أنا اتعلمت منها كتير، كانت معلمة، يعني مش معلمة مدرسة، معلمة، يعني كنت بتعلم منها حاجات كتير وأفادتني كتير. حتى بعد وفاتها جاتني بهدية كبيرة، جاي أقولها لكم النهاردة عشان تستفيدوا أنتم منها كمان. في يوم بعد وفاتها بشهور شفت حلم. أنا كنت ساعتها مستاء جدا او منزعج جدا اني ما بشوفهاش، وانا ما تعودتش ما اشوفهاش، كنت منتظر كل يوم ان اشوفها مناما، يعني لغايه لما جت بعدها بشهور بهديه كبيره خالص. شفت تليفوني بيرن، فتح، كان اسمها، يعني المتصل، اسم المتصل رقمها. فتحت التليفون سمعت صوتها، كان صوتها هادي كده ورايق خالص، وانا كنت في قمه السعاده، مش متصور ازاي بتكلمني وهي توفيت، يعني هي من الضرر اللي هي فيها، يعني كنت مدرك في الحلم انها توفيت يعني. ونفسي اسالها، بتقول لي ازيك عامل ايه، وانا عايز اقول لها طب انت عامله ايه وحصل معاك ايه، عايز اعرف يعني ايه اللي حصل معاها. فردت عليا بجمله واحده: اكسر من قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستغفر الله العظيم. وانقطع الاتصال، وصحيت من النوم وأنا في حالة من الذل، متصور إن ده كان حلم، كنت فاكره حقيقة. يعني أكسر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستغفر الله العظيم ييسر الله لك أمورك. يعني نسيت أقول لكم، يعني ده تكملة الرسالة: أكسر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستغفر الله العظيم ييسر الله لك أمورك. دي كانت رسالة واضحة وهدية كبيرة جدا، خصوصا ان الحلم ده كان تقريبا في يوم عيد ميلادي يعني. فمن وقتها وانا قررت، يعني انا كنت قبلها يعني مسلم زي اي حد، يعني الحمد لله بصلي وبصوم وأدي الفرائض، ولكن كلنا مقصرين يعني. الاذكار يعني او الاذكار الصباح مرة مرة ما اقولهاش انسى. في اليوم ده انا قررت لازم اقول الذكر ده. طبعا لما بتقوله كده لوحدك بتشتغل وبتنسى وبتسرح والشيطان بينسيك، فقلت لازم اشتري سبحة. اشتريت سبحة وفضلت أعد، بحيث أعد مثلا 100 مرة مثلا، وجدت الموضوع سهل يعني، 5 دقايق 7 دقايق، الموضوع مش بياخد وقت كبير يعني. فبعد كده اشتريت سبحة، وبعدين ابتديت أتعلم أو تذكرت، انتبهت إن الواحد فيه أذكار كتير ممكن يعني يقولها كل يوم. في سبحان الله بحمدي، سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم، كل ذكر من دول بيتقال 100 مرة، منهم اللي هو يعني ايه، يغفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل ذباب البحر. في لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، دي 100 مرة تعادل عتق رقبة 100 عقربة مثل من ولد اسماعيل. يعني شوف، عتق الرقبة كان زمان تكفير الكبائر من الذنوب، فأنت ده كأنك يعني كأنك ميت 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 عتقت 100 رقبة، ولا يأتي أحد في مثل هذا اليوم بفضل أكثر من اللي أنت جيت بيه، إلا حد قال أكتر منك. في الصلاة على النبي، تصلي على النبي 100 مرة في اليوم. طبعا الأرقام دي أنت ممكن تزودها، يعني ممكن توصل لآلاف المرات. باستخدام السبحة بتلاقي الموضوع سهل خالص، يعني الموضوع بسيط، يعني مش صعب. بتكتشف ان انت بتهدر عمرك وبتهدر اوقات كبير جدا في لا شيء، بتقعد تتفرج على التلفزيون، في مواصلة مش بتعمل حاجة، بتفضل تقلب في الموبايل بالساعات كل يوم. دي اذكار بتاخدش وقت كبير يعني، لا مش هتستغرق منك وقت. اكتشفت يعني ان الذكر سبحان الله يوم الحساب، يعني لا يوجد عمل أثقل في الميزان من ذكر الله، مع إنه عمل سهل جدا. إحنا في حياتنا لو لاحظت حضرتك هتلاحظ إن إحنا بناخد ذنوب كتير من غير ما نحس، يعني الحياة اتغيرت والفتن كترت. لو من 20 30 40 سنة يعني ممكن تلاقي الناس كانت أكثر خشية لله من دلوقتي، الفتن نفسها كانت قليلة، يعني كانت النساء محتشمة عن دلوقتي. كانت حضرتك يعني لو واحد يفطر في رمضان ده يتفضح يعني، أو يعني لو مطعم بيعمل كده يحط ستارة. دلوقتي أصبح يعني الحاجات دي هتلاقيها عادية وشائعة.
فتاة صغيرة مسكينة يعني مثلا 14 15 سنة بتطلع على تيك توك أو على أي حاجة، ممكن حتى تكون بحجابها يعني تتألد أغنية أو حاجة، ونامت وعدت سيئات بيعد عليها. أنت بتألف الموبايل بتشوف حاجات عينك، فأنت بتعد سيئات الله أعلم بها. فأنت لازم كل يوم تستغفر، لازم كل يوم تستغفر، لازم إنك هتعرف إنك هتيجي يوم الحساب هتلاقي عداد كبير للسيئات وعداد للحسنات، وفي ميزان هيوضع لك وآخرتها جنة أو نار. دي الحياة الحقيقية اللي أنت لازم تعمل لها. الحياة اللي في الدنيا اللي احنا عايشينها دي حياة مؤقتة، مهما طالت سنة اتنين 100 سنة، وانت بتشوف حواليك هتلاقي ناس كتير شباب بيتوفوا، مراتي توفيت كانت شابة يعني، فالموت ده ممكن يجيلك في أي لحظة. خلاص عدات حسناتك وسيئاتك اتقفل، إلا اللي انت سابه، سايب عمل حسن هيفضل عملك الحسن يتعدى عليك وانت في قبرك، سايب عمل سيء لا قدر الله فيديو وحش عملته او حاجه انا ساعدت غيرك على نشرها سيئه، عدى سيئات بتعدي عليك، فدي مصيبه. فانت لازم تعمل لبكره، واسهل عمل صالح ممكن تعمله ذكر ربنا، والعمل ده هيفيدك في الدنيا وفي الاخره، هيفيدك في الاخره هيرفع ميزان حسناتك في يوم الحساب، هيفيدك في دنيتك، لان ربنا قال فاذكروني اذكركم. انت حضرتك ذاكر ربنا، ربنا هيذكرك مش هينساك، هيطلعك من محن كتير، هيطلعك من ابتلاءات، هينور بصيرتك، يخليك في امور تلتبس عليك والفتن كتير في الزمن ده ممكن تكون انت مش شايفها صح، او يعني بيتهيألك ان الامر ده حلال هو حرام. ربنا بينور بصيرتك بذكره، والذكر ده توفيق من عند ربنا، ده مش فضل منك ولا حاجه يعني. ما تغترش لما تبدا ده ان شاء الله ان انت تقول ان ده فضل مني، ده فضل من ربنا عليك، ربنا هو اللي عايزك، عشان كده بيسر لك طريق طريقة ذكره، طريقة انك تفضل فاكره. طيب حضرتك اول حاجة المفروض تعملها ايه؟ اول حاجة تشتري سبحة، السبحة الخرز دي سهلة، وفي اسهل منها السبحة الالكترونية حقيقة حضراتكم عارفينها، عدات كده تك تك تك، الموضوع سهل، انت فمصت تك تك تلاقي في 5 دقايق عديت 100 استغفر الله، 200 الصلاة على النبي 100 مرة في اليوم. أنا هحط لك مجموعة أذكار تحت في وصف الفيديو، يعني خليها ورد ليك كل يوم اللي تقدر عليه، خليك فاكر إن أنت بتاخد حسنات كتير، خليك فاكر إن أنت محتاج للحسنات دي، صدقني محتاج لها في الآخرة ومحتاج لها في الدنيا يعني، وإن ده أسهل حسنات ممكن تعدها. أنت بيتعدى عليك حسنات كتير كل يوم، ربنا يحفظنا كلنا، ما تعرفش هي إيه أصلا، لازم تتوازنها، لازم تعمل أكتر منها، لازم تمحيها، ما تضيعش عمرك يعني. اذكر ربنا لو حتى بتتفرج على الماتش يعني، انا مش هنا مش بقيم الحلال والحرام، بس ما تخليش الشيطان يلبس عليك ويقول لك لا انت لا ده حرام، لا ده الوقت والغير ده، اذكر ربنا على ما تخلي نيتك صافية لربنا، وخليك هاكل ربنا عشان ربنا يفتكرك، فاذكروني اذكركم، وربنا معك في كل وقت وفي كل زمان. فحضرتك اول حاجة هتشتري سبحة او سبحة الكترونية تبقى في ايدك دايما، او في تطبيق كويس حد يورهوني. انا اساسا كنت في البداية كان فكرتي ان انا عايز اعمل فيديو عشان اوريكم التطبيق ده يعني، انا مفيش اي فايدة هتقول عليا منه يعني، بس تطبيق هو جميل وعجبني بصراحة، سبحة الكترونية. حضرتك زي ما انت شايف الشاشة اللي قدام شاشة موبايل عادي، هتدفع تطبيق جوجل بلاي، هتلاقي هنا المسبحة الالكترونية العائمة، يعني ممكن تكتبها من الاول مسبحة الكترونية العائمة اهي، ده التطبيق. طبعا انا عشان موجودة عندي في اشكال مختلفة، تعمل فتح هتتفتح لك كده، بص بتكبر وتصغر، ممكن تصغر حجمها دي بالالوان، بتغير الالوان بتاعتها، تصغرها وتكبرها من هنا، وفي الوان كتيرة هي هنا من غير صوت، ممكن تدوس هنا تعمل صوت انت بتعد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهنا طبعا يعني ايه بتصفرها، الزرار ده بس زي المسبحة العادية، في شكل تاني اللي هو ده، تغير اللون عادي زي ما انت عايز، في شكلين مختلفين يعني. دي لو انت في أسوأ الظروف، احيانا ممكن انا المسبحة بتاعتي الالكترونية ممكن بنساها بتضيع مني بتبوظ فجأة، دي هتلاقيها على الموبايل سهلة جدا. انا طبعا يعني انا قصتي انتهت لحد هنا، ارجو حضراتكم تستفيدوا من القصة دي اللي انا حكيتها لكم، ومتنسوش زوجة الله يرحمها عبير تدعو لها بالرحمة وتذكروها، وتذكروا الدعاء الهدية اللي جابتها لي، أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأستغفر الله العظيم، ييسر لك أمورك. وبقية الأوراد زي ما موجودة تحت. شكرا جدا لحضراتكم.